باليس خروج حمدي فتحي من النادي الاهلي، جماهير ارتبطت بيك جدا، واخد بطولات بسم الله ما شاء الله، مأدي بشكل رائع، اصبحت ركيزه اساسيه في النادي الاهلي، ركيزه اساسيه في المنتخب الوطني، والجمهور الحقيقه كان بيثق فيك جدا، وحتى بعد ما خرجت الجمهور احترم خروجك. لكن انا الاوان تحكي لنا شويه عن كواليس خروج حمدي فتحي من النادي الاهلي للاحتراف في الوكر القطري. والله كابتن الموضوع ده كان من فتره كبيره. نعم. فبس انا ما حبيتش ان انا اتكلمه. بدات امتى المفاوضات يا حمدي؟ لا قبل يعني اقول لك قبل النهائي، يعني قبل كان ماتش الترجي الاولاني. كان قبله بشويه يعني حلوين. او كان في رمضان تقريبا. فحاجه زي كده كان من بدري، كان من بدري قوي، بس انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم عشان احنا كنا ايه يعني الفتره دي كنت مركز جدا، وكنت عايز اطلع كابتن من يعني اطلع بصوره كويسه ان انا السنه دي يعني مساعد النادي بشكل كبير، ان احنا كنا كلنا مركزين صراحه ان احنا البطولات كلها ان احنا ناخدها. فانا اخترت الوقت ده عشان كان الواحد الحمد لله يعني طلع بصوره كويسه. فعكس السنه اللي فات، الموسم اللي فات لو يعني لو كان الموسم اللي فات كان الموضوع هيبقى صعب بالنسبه لي ان انا اخرج. في وقت صعب للنادي الاهلي. فانا شايف ان دلوقتي لا، يعني ناس كتير وانا خرجت في وقت كويس، وفي ناس كتير يعني موجوده دلوقتي في مكاني ان هي تشيل يعني النادي الاهلي وتساعد النادي الاهلي الفتره اللي جايه. يعني هل كنت على علم بان هناك تفاوض مع امام عاشور، ولا خروجك ملوش ارتباط بضم الاهلي لامام عاشور؟ لا هو ملوش خالص. انا كنت عارف ان هم عايزين امام من فتره كبيره. بس ما كانش ليه خالص. هو كان الراجل صراحه مستر كولر، بحترمه جدا وبقدره. قعد معايا وقال لي ان انا مش عايزك تمشي. صحيح. بس هو احترم رايي، فانا يعني كنت انا اتكلمت معاه في الموضوع، وانا قلت له ان انا في الوقت ده كان احسن وقت ان انا امشي فيه، عشان كان الواحد الحمد لله يطلع بصوره كويسه ويطلع من الباب الكبير يعني. بس كولر كان رافض تماما فكره خروجك، والاداره ايضا في البدايه كانت رافضه فكره الخروج. ازاي قدرت تقنع الاداره وكولر؟ والله في الاول كانوا رافضين شويه، وبعدين انا لما مستر كولر قعد معايا فقال انا مش عايزك تمشي وعايزك معايا. بس انا يعني انا اتكلمت معاه وهو تفهم موقفي، وكان الوقت يا كابتن زي ما حضرتك عارف يعني. الوقت اللي انا طلعت فيه كان وقت كويس ان انا اسيب صورة كويسه ان انا محقق 5 بطولات. الموسم اللي فات وطالع الحمد لله يعني كان من احسن مواسمي في النادي الاهلي. صحيح. شايف ان في ناس هتأدي اكتر يعني. نعم.